أنا يا مني واسأل التاريخ عني. أنا يا مني 28 خطوة من خطوات الوحدة اليمنية التي كان من المفترض أن تمضي في الاتجاه الصحيح، غير أن ذلك الصباح اليمني الذي أشرق صبيحة 22 من مايو من العام 90 تخللته أحزان وانكسارات كانت بدايتها في المرحلة الانتقالية التي تلت الوحدة، ثم 7 من يوليو التي استبدلت الوحدة السلمية بوحدة مضادة ومسلحة. عاش اليمنيون لحظات وطنية خاطفة وعاطفة جياشة يتذكرها أطفال المدارس، ويتذكرها الذين ذرفوا دمعهم لحظة نزع البراميل بين الشطرين وارتفاع علم اليمن الموحد من العاصمة صنعاء في وحدة سلمية فاجأت المتغيرات التي كانت تعيشها المنطقة في تلك المرحلة إبان أزمة الخليج. لا يختلف اثنان حول جذور الوحدة التي امتدت من الجنوب إلى الشمال، وبالذات في الفكر السياسي الوحدوي الذي كان حاضرا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، إضافة إلى التنازلات السياسية التي قدمها الشريك السياسي للوحدة الحزب الاشتراكي اليمني. انقسم الوحدويون على أنفسهم بين من يدين 22 من مايو بسبب الحرب بثوب وحدوي ضد الوحدة والشراكة في صيف 94، وبين من يرى 22 من مايو يوما للتاريخ وما حصل بعد ذلك اليوم التاريخي لا يدينه. في اللحظة اليمنية الراهنة يحيي اليمنيون عيد وحدتهم، يغيب الاحتفاء بالعيد وتغيب بعض مظاهره في المدن اليمنية في ظل حالة غليان تعيشها البلاد بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وهذه الآثار انعكست على ملامح ذكرى إعادة تحقيق الوحدة. خيار الوحدة اليمنية بين الوحدة السياسية والوحدة الوطنية ومعركة اليمنيين تحت راية علم اليمن الاتحادي قد يطرح صيغة جديدة ومقبولة للوحدة، ويتجاوز عثراتها التي تجاوزت القشة إلى الدبابة التي قسمت ظهر الوحدة. واسأل التاريخ عني. أنا يا مني واسأل التاريخ عني.